السلام عليكم تابع قناة ازيرنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا موقع استثمار جديد جينيوس تشينج. الموقع ده جميل جدا للاستثمار في يوم الاول. لو نزلنا هنا نلاقي ان الموقع بيتكلم عن نفسه 3 خطوات. لو نزلنا هنا زي فيديو الخطط بتاعته، الخطة من 105 لـ115، السحب بيوصل على طول، بينزل لك كل ساعة من 2.9 لـ4.8، عدد الساعات من 24 لـ36 ساعة، طبعا ده على حسب مبلغ الاستثمار. ننزل هنا نلاقي برضو الموقع بيتكلم عن نفسه، هنا خطة الاستثمار تاني، هنا آلة حاسبة لو انت عايز تحسب أرباحك، بيقولك لو ضعت $1 هيجيلك في الساعة من 4 سنت لـ5 سنت، الربح كله هيبقى يا $1.05 يا $1.15. لو نزلنا هنا هنلاقي ان الموقع بيدعم البرفكت ماني والباير والبيتكوين والإثيريوم والدوكوين والريبل واللايت كوين. هننزل كده تاني هنا بيقولك لو انت عندك قناة يوتيوب تقدر تروج الموقع او قناة تليجرام. هنطلع كده فوق، نسبة الإحالة طبعا 3%. هنشوف هنسجل فين، هنلاقي موقع ساين اب فوق، هندوس على ساين اب، هيفتح لنا المنظر دون. هنكتب هنا اليوزر نيم بتاعك، هنا الايميل، هنا الباسورد، بتاعي الباسورد مره تانية، بتطلع علامه صح وبتدوس على ساين اب. طبعا احنا بنحسب في الموقع فهندوس على لوج ان، هيفتح معانا صفحه التسجيل، بتكتب اليوزر نيم والباسورد وبتدوس على لوج ان، وبكده كنت عندك حساب في الموقع. نبتدي بقى نشرح الداشبورد من جوه. هننزل هنا اول حاجه هتلاقي في وشك ضرابه الاحاله بتاعك، بتكسب طبعا 3%، بتدوس على كوبي ريفرال لينك وتنشره في الجروبات. لو نزلنا هنا هنلاقي ان هو هنا بيقول لك التوتال ديبوزيت الودايع بتاعتك، وهنا الافيلبل بالانس اللي تقدر تسحبه، وده اللي اتسحب فعلا، والافيليت ايرنينج ارباح الاحاله. هنطلع فوق، اول حاجه هتعملها في الموقع ده بتروح على ميك ا ديبوزيت او ا نيو ديبوزيت وبتدوس عليها، هيحولك لصفحه الايداع. هننزل كده، بتختار البنك اللي انت عايزه وبتختار المبلغ، تكتب المبلغ هنا، بعد كده هيحولك للبنك اللي انت هتبدا عليها، تدوس على ميك ا بايمنت، بتكتب البيانات بتاعتك بتاعت البنك اللي انت هتبدا بيه. بعد ما بتكتب البيانات كلها بتاعتك بتدوس على بريفيو بايمنت. طب ثواني، اسف في حاجه في البيانات غلط كتبتها هنا. طيب وبعد ما كتبت البيانات هندوس على كونفيرم بايمنت وكونتينيو. كده احنا عملنا ايداع في الموقع، بس اهو ادي الايداع اكتمل بنجاح. هنروح على يور ديبوزيت من فوق، هنلاقي ان الايداع بتاعنا موجود في الموقع اهو، وكل ساعة هينزل ربح وان شاء الله عملكوا زبط سحب. هندوس على اوبريشن، دي العمليات اللي بتبقى في الموقع بتاعتك، الايداع وكل حاجة اهو. وهندوس على ويزدرو فاوند، ده السحب، ده ما ينزل لك ارباح بتقدر تسحب، بس طبعا احنا لسه ما عندناش اي ارباح. وهنا في اخر حاجه سيتنج، ان انت بتحط المحافظ بتاعتك وبتعمل كل حاجه في الموقع من هنا، تشينج واليت وتشينج باسورد لو انت عايز تغير الباسورد، وفي الافيليت بروجرام احنا طلع لنا في الاول خالص لينك الافيليت، وهنا بيجيب لك اللينك تاني والحالات. وكده بخلص شرح الموقع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.